السلام عليكم حبيبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير، اموركم هانيه، السنه سعيده عليكم، الله يدخلها بالصحه وبالسلامه وبطول العمر. وغيكون اول فيديو في هاد السنه الجديده، يا ربي تكون سنه زوينه، تدخل علينا بكاع الحوايج زوينين. اي وحده كتسمعني في هاد لا فيديو واي وحده تمنات شي حاجه، الله ياتيها بها. 2010 كنا كنشوفوا 2020 طويله، ما شاء الله 10 سنين دازت من عمرنا، تعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج، دازوا فيها الحوايج الزوينين والحوايج الخايبين، وهذه هي سنه الحياه. فوالا البنات، فلوق ديال اليوم اول نهار في سنه 2020، انتم معايا ونحاولوا ندوزوا وقت زوين ان شاء الله. معايا انا في المول راس العام، تخفيضات سيلز، كل شيء فرحان، قلنا نخرجوا، الجو ماشي داك الجو اللي زوين قانط وشويه ديال الثلج كيطيح، قلنا نبقاو اندورز احسن. دابا غيبداو يحطوا لي موديل ديال الربيع، لي كولور لي بوت، ولا حتى هكا لي موكاسان. هاد لي بالغين دائما كيكونوا على الموضه، شوفوا دابا مع كوليكسيون ديال الربيع لي كولور زوينين، حتى السومال ديالهم كتساعد على المشي البنات، كيكونوا كونفور و كاجوال، كيبانوا حتى في البيسات زوينين، عجبوني هاد لي كولور. فوالا دابا غير حيت مع الضو، ولكن لي كولور ديالهم زوينين. فرانسك موتو ماركه ايطاليا، اللي زوين فيها ان عندها واحد لو كونفور في لي شوسور ديالها، لي صندال واخا كيكونوا عاليين ولا بحال هكا السبيكتا ديال الطالون، ولكن عندهم واحد لو كونفور خطير وزوين. اللاتر ديالها، الجلد ديالها واعر، عن تجربه كناخذها من سنين، كيعجبوني. شوفوا هادو، لا مو هاد لا كولور ديال الصباغه اللي دايره لي كولور هكا ديال لا نوفيل سيزون، واخا باقي البرد ولكن راكم عارفين دائما كيسبقوا لي سيزون. لو بوتان كلاكيطه تقريبا ب 5000 درهم عليكم النظر. بيان سور لي مارك اوروبيان راه كتلقاو في اوروبا سابقين لي موديل قبل منا حنا في امريكا، فهمتوني؟ الا بعد لي بوتيك اللي كيكونوا في مانهاتن وكيكونوا في الولايات الكبرى، اللي تقدروا تلقاو عندهم ميم موديل اللي خرج ميم سيزون، زعما يعني ضروري كنتسناو واحد دو موا ولا تخوا موا عاده كيكون يعني في لا بوتيك عندنا. باقي اجواء الهاليدايز الاعياد، واخا هكا الديكورات هكا والاضواء في هذا الشهر جونفي غادي يخليو هاد الاضواء هكا، كيعطيو واحد لو لوك زوين، سيرتو برا كيكون شويه مغمم الجو، كيعطيو واحد الضو في لي مول. ميمكنش غنجيو المول وما غنزوروش لاله البنات كيف ما كنقولوا فيكتوريا، نشوفوا الجديد، وكذلك بالنسبه للبنات لي زوفر اللي كاينين دابا في راس العام، وبالنسبه للجديد خصني نحاول ضروري نبارطاجي مع متتبعاتي في الانستغرام، وكذلك البنات اللي متابعيني في اليوتيوب. هاد لا كوليكسيون جديده ديال فيكتوريا، هاد لي بروم ولي لوشنز ديال فيكتوريا، كوليكسيون خطيرة ناعمة جذابة، وكذلك فيها واحد روح نظيفة، يعني ملي كتديريها على الجسم ديالك كتحسي بواحد الريحة زوينة، كتحسي براسك نقية. هادشي اللي عجبني في هاد الكوليكسيون جديدة، وخاصة بفصل الربيع، يعني عشاق الرائحة ديال البحر ديال الجزر، ريحتكم. وهاد المول اول مره غنديكم معايا متتبعاتي على اليوتيوب، غاردن بلازا مول في برامس في برغن كاوني، مول زوين كيجمع لينا الهاي اند براند، يعني ماركات العالميه ماركات صغرى، واللي زوين فيه انه كبير بزاف وفيه بزاف ديال الحوايج وفيه بزاف ديال لي ريستورون. كتعرفوا حنايا في فصل الشتاء كنبقاو اندورز كيف ما قلت لكم، يعني كتبقاي في المول كتقداي كترتاحي، تلاقاي مع العائله او الصحاب، مهم كتبغي تعشي في شي ريستورون ولا تغداي، فكره مزيانه، كيكون الجو حالته برا وما يمكنلكش غتبقاي ديبلاصاي من بلاصه لبلاصه، سيرتو لي عندك الوليدات الصغار. فوالا كتجي المول، هذا المول زوين واخا بعيد علينا شويه، ولكن قلت غادي نديكم معايا البنات باش نتوما تاخذوا فكره، كل مره كنديكم معايا شي مول. نيو جيرسي عندنا المولات بزاف راكم عارفين.
هاد لو مول غاردن بلازا مول فيه لا بوتيك دو مورفي بالنسبه لبنات نيو جيرسي راه فيها البنات كتعرفوا هاد لا مارك مورفي جامع عليكم كلشي بزاف ديال لي مارك فوالا لي بالي دو مورفي المعروفين اللي كيجيوني عليهم طلبيات كثيره واسئله نيود الوان ترابيه وباليت فيها بزاف ديال الالوان بالنسبه لي فون دو تان ديال مورفي لي فون دو تان دو مورفي كتسولوني بزاف بالنسبه للبنات اللي متابعيني على الانستغرام هضرت عليه هو واخا كيكتبوا لكم يعني توتال كافرج يعني كيغطي لكم العيوب ومات ومده اطول ولكن ماشي لهذيك الدرجه البنات كيجيني ماي بيلين احسن منه اولوريال احسن منه في الكوفرانس ديالو يعني في التغطيه ديالو ماشي لهذيك الدرجه ولكن مورفي عنده لي روج ا ليفغ ولا العكوره ديالو ليبستيك ديالو واعرين بيغمونطاسيون بحال لي مارك بروفيسيونيل واخا ماشي غالي ولكن واعر البنات وتا الوان هكا الترابيه اللي دابا خارجه على الموضه كتبقاو عنده درجات كثيره ما تصوروش على البال هادشي اللي كيعجبني فيه وكذلك قلت غادي نشارك مع البنات مورفي انتما معايا عندك مشكل الشوارب ديالك كينشفوا ماشي اي يعني اي ماركه كتطلق لك بالنسبه لي روج ا ليفغ مات ولكن بغيتي شي حاجه واعره شي عرس شي حضور مورفي البنات كتسولوني بزاف حتى انا كنديرو ما عندي معاه حتى مشكل ما كينشفش ليا الشوارب ديالي زوين كيبقى زوين في لافغ وبالنسبه لجيمس تشارلز هو عنده بارتي في هاد لابوتيك كتعرفوا هاد الباليت دارها كولاب مع مورفي ولكن دابا دار الصغيره ديالها احسن ساهله باش ديبلاصاو بها حيت اخرى كانت كبيره نفس الشيء غير هي صغيره عليها بالنسبه للايكونيك هاد الماركه انجليزيه حتى هي كاينه عند مورفي هاد لي سبراي اللي كديرهم قبل ما تحطي لو فون دو تان ولا الماكياج لا بغيتي غير ليدغاتاسيون ولا بغيتي تعطي هذاك البريونس وهادو الدروبس اللي كيكونوا ليكيد حتى هما كيعطيو داك البريون قبل ما تحطوا الماكياج وكذلك كاين جيفري ستار حتى هو كاين في مورفي لي باليت المعروفين ديالو لي غلوس لي هايلايت راه عارفينو البنات ما تخيلوش ليا على البال كان الصباح في المول عرفتي عامر الواحد الدرجه انا ما كيتحب ليا كيتحب ليا الناس سهرانين بيتين سهرانين يعني الصباح يصبحوا ناعسين كل واحد وظروفه ولكن عامر بحال بان ليا حتى واحد ما بيت سهران كلشي كان كيفكر امتى غادي يحل المول كلشي غادي يجي المول فوالا لا بارتي ديال كيرلز جيت ناخذ عندي طلبيات بالنسبه ليكيت ولي كوفري والجديد وكذلك بغيت ندير لكم طليله اللي كيسولوني بزاف على لا مارك كيرلز هضرت عليها بزاف في الانستغرام غادي نحاول نخلي لكم لاباج والصفحه ديالي في الانستغرام باش تشوفوا اليوميات كنشارك معاكم يعني كل مره كتكون شي حاجه جديده كنشاركوها تما والدوران والتسوار كيجي بالجوع فوالا صح راف فايت جايباكم معايا ليها هاد الريستوران كتعجبني بزاف اكل تركي اكل ماشي داك التركي اللي كيكون فيه لي زبيز يعني تقال اكل يعني بحال متكيسين فهمتوني يعني حيت هنا الموقع كاين الامريكان بزاف ما كاينش العرب بزاف هاد الشيء علاش وكذلك البركانقيه عائليه وعندهم ماكله فريش وسيرتو الخبز ديالهم كيعجبني فريش مع شويه زيت العود فريميز شاهدكم معايا كنتوحشوا اكل هكا مختلف وصافي كتحاولي تبدلي الجو سيرتو ملي كيكون هكا راجلي ما خدامش والوليدات كنخرجوا اون فامي وكتبدلي كل مره كتمشي شي بلاصه مختلفه فيكم البنات اللي عزيز عليها دائما العكر ولا غلوس ولا كريمه هكا اللي كترطبوا به الشوارب ديالكم يكون عندكم في الجيب انا من صغري المرايه كانت اخر حاجه ما تبقيتش عندي المرايه في ساكي مهم العكر ضروري واخا يكون غير هذاك كريم كاكاويت باش رطب قنان فيه واش حيت كنهضر بزاف ولا انا هكاك المهم اللي بحالي تخلي لي كومونتير لكم كانوا مشتريات ومن بين المشتريات اللي بغيت نشارك معكم شي حوايج يعني اللي الثمن ديالهم جد مناسب كيف ما كتعرفوا على زارا دابا الاثمنه ديالها بعض المرات ما كيلعبوش على الكاليتي فهمتوني يعني اثمنه كاينين في المارشي اثمنه اللي علاش لا ما تنافسش بهم يعني ماركات اللي كتكون شويه غاليه كدير غير الثوب كيكون رخص شويه وكيلعبوا على اثمنه بالنسبه لهاد الكسوه
هاد الكسوه اصلا انايا هادي ماشي ليا، هادي خديتها لاختي، انا كنت فايته خديتها، خديتها تقريبا البنات اللي كنت تفكرتهم معايا في واحد لا فيديو، كان ثاني فيديو واقيله في اليوتيوب وكنت بلا ساعه. هادي خديتها لاختي حيت كانت عجباتها، خديتها ليها. فوالا تشوفوا الثمن تقريبا كانت $70 3 شهور باش خديتها، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم من بعد 3 شهور دابا في جانفي دارهم في بروموسيون $35 و99، يعني تقريبا $36. حنا في نيو جيرسي عارفين راه ما عندناش لي تاكس البنات، هاد الاثمنه اللي كنشوفو هما اللي كنخلصو بارابور يعني ولايات واحدة اخرى ولا هادي. هادي تيكون خديتها لختي حيت عجباتها ملي لبستها، ستيل ديالها زوين، تلبسها اللي لابسه الحجاب اللي ما لابساش الحجاب، تلبسيها سبور كلاس كيف ما بغيتي، والثمن ديالها جد مناسب. يعني اغتنموا الفرصه بالنسبه دابا لي بروموسيون اللي كاينين، تقدروا جوج كسيوات تاخذوهم ثمن كسوه بحال هادي. حتى هي اللي لابسه ما عرفتش الثمن ديالها بشحال، المهم اللي عجبني فيها نواري بلون، تلبسوها كيف ما بغيتو. دابا ليفر ديري معها تريكو كحل، هكا في الخريف ولا الربيع تقدري ديري تريكو ابيض من التحت، تلبسيها كيف ما بغيتي، وانيقه. واللي زوين فيها ان التوب ديالها مرتاح وما كتبينش الجسم ديالك. انا دائما راكم عارفين كناخذ نمره كبر مني، ما كنبغيش داكشي لاصق عليا بحكم حجاب، بحكم بزاف الحوايج ما كنبغيش نحنا ناخذ حوايج اللي قدي. اما هذه فوالا راه كاين اتساع زعما نكبر فيها. فوالا البنات، خديت بزاف ديال الحويجات، خديت هاد الليغينز حتى هما ديال الكوير، كتعرفوا الكوير دائما دارج على الموضه، ولكن هاد السنه كاين على الموضه بكثير البنات. لي زوين فيه ان الكوير تلبسيه كيف ما بغيتي. هذا خديتو بلي بوشيت هكا كيف ما كنقولوا، مبقيتش عاقله اش كنا كنقولوا ليهم ملي كنا دي زادوليسون، ما بقيتش عاقله والله ما بقيت عاقله، كنا كنلبسوهم بزاف البنات، كما كنلبسو بحال هاد لي موديل. الكلمه ما عقلتش عليها، راه عقلت غنخليك في صندوق الوصف. عجبني فيه هاد لي ديتاي بحال هكا، هادو تقدروا تلبسوهم اللي كيبغي يلبس داكشي هيب هوب يخليهم محلولين، وتقدري تلبس تسدي هكا، تلبسيه مع لي موكاسان، تلبسيه مع دي بوت كيف ما لبستيه، زوين بزاف. وبحال هاد الانواع ديال السراول راه كنت هضرت لكم كيجمعوا لكم لا فورم، ما كيبينوكش غليظه كيف ما كنتي غليظه ضعيفه، مهم كيجيو انيقين البنات. خديت بزاف ديال اللعيبات، ومن بينهم هاد الصباط، هاد لي بوت عجبني حمقني. شوفوا هاد لي ديتاي اللي فيه، هاد الحجيرات بحال شكل ديال غوتشي البنات، زوين بزاف ومريح، واخا ما فيهش السنسله، يعني غير كطلعيه يعني هي كتلبسيه ما فيهش السنسله. حتى هو زوين، والثمن ديالو كان جد مناسب، كان $80 وداروه تقريبا $60، يعني بحال $20 ناقصه. دابا هادشي راه كل سيمانه تقريبا كينقصوا $20، ولكن المشكله انك الا عجبتك شي حاجه وعارفه لا طاي ديالك سواء في الحوايج ولا عارفه في لي شوسور البوانتور ديالك اللي ما غاديش تلقايها، او الموديل ما فيهش بزاف ديال لي طاي، احسن خدي. اما هما راه كل نهار كينقصوا سواء عند الرجال سواء عند العيالات وحتى الوليدات الصغار. الوليدات الصغار عندهم لو شوا اكثر منا، كتعرفوا بزاف الناس ما كيقدروش ما كيبغيوش يصرفوا هذاك المبلغ في الحوايج ديال الوليدات الصغار. هادشي علاش في البروموسيون كتلقاي باقين عندهم لو شوا، كتلقاي حيت هما اصلا هنايا ماشي بحال داك الستيل اوروبي، ما عندهم غرار في المدرسه كيلبسوا ولادهم غير سراول جوغينز سبرديلا، داكشي ساهل. يعني كتلقاي عندهم لو شوا في لي طاي، كتلقاي عندهم. اما بالنسبه للعيالات زارا هنايا في امريكا راه ستيل اوروبي ومناسب في الاثمنه بارابور مع دي مارك غاليين، ماشي بحال دابا حنا كبرنا في المغرب او الدول الاوروبيه عندنا الفرايتي في لي مارك، كاين ستخادي فاروس، كاين مونغو، كاين مروة، كاين زارا، كتمشي لتركيا كاين كوتون، ال سي واي كيكي، كاين بزاف لي مارك. ولكن هنايا ابار يعني زارا ولا نقولوا فور ايفر 21 عشان حوايجها ما عندهمش داك لو ستيل زوين. مهم عندهم شي حاجه، كاينه بانانا ريبابليك، ولكن بانانا ريبابليك ما كديرش لي بروموسيون دائما، ستيل ديالها مختلف. كتجيهم زارا هي اسهل حاجه اللي يقدروا يشريوها، تلبسها البنت جون ادوليسون، تلبسها كذلك المراه اللي كتكون في الخمسينات وبغات صغار شويه او في الربعينات، يعني اي وحده كتلقى حاجتها في زارا وصافي. فوالا كاينين لي بروموسيون، اغتنموا الفرصه وغادي تشوفوني ان شاء الله. كتشوفوا مقاده الحاله مصاوبه
غادي يكون ان شاء الله فيديو، انا غنختم معكم هذا فيديو وغادي يكون بدايه فيديو جديد لوك بوك فساتين. كانوا بزاف البنات متتبعاتي على الانستغرام طلبوا مني هكا لوك بوك ديال فساتين، حيت كنلبس كسيوات بزاف كتعرفوا الكساوي زوينين. بلا ما نقر بلا 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 عليكم، غنخليوها حتى الفيديو من بعد هذا. نتمنى الا كنتي اول مره دخلتي عندي وعجبك المحتوى قناتي وعجبك هذا الفيديو، دعميني بلايك دعميني بسبسكرايب باش يكون دائما المزيد معايا، وكنبغيكم كاملين وتهلاو ليا فراسكم.